جديد واليوم جديد. كما شفتوا اخوتي الفيديو في البدايه الفيضان اوديه، كما شفتوا الفيديو في البدايه بارطاجينا معكم هذه الاوديه كل منطقه تيرودنت ورززت راشيديا، هاد الامطار غزيره غادي نهضروا عليها. اللي عليكم هو تبع الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. طلب بسيط، بغيتكم اخوتي تساعدوني باش نوصل القناه ديالي 200 الف مشترك. اي واحد اول مره كيشاهدني اللي عليك هو تشترك في القناه وبارطاج مع اصدقاء ديالك فيسبوك والواتساب. صراحه اخوتي امطار غزيره عاصفه رعديه من جديد في المغرب اليوم الخميس، هادشي اللي اكتشفنا هاد الاخبار جديده قررنا باش نشارك معكم. بعد المدن في المغرب غدا عفوا اليوم غادي تكون فيهم العاصفه رعديه، يقدر غدا حتى هو غادي تكون فيهم امطار قويه امطار غزيره. حذاري ثم حذاري من الويدان، حذاري من العاصفه رعديه. كما شفتم هاد الويدان اخوتي، هاد الويدان كل منطقه اكتشفنا وادي ورزازات خطير بزاف، كذلك وادي الرشيديه اللي هاجم على الحافله بواحد الطريقه خطيره بزاف. شفنا وادي تيرودنت اللي سبب المشاكل كثيره خاصه الساكنه. هادشي كاع اخوتي هاد الفيضان قررنا باش نشارك معكم هاد الفيضان، هاد الاوديه اللي خطيره بزاف. بعد الناس كيكتشفوا هذا المحتوى، بعد الناس يعجبهم الواد يكتشفوا ويتفرجوا فيه، وداكشي علاش طاحت عليا هذه الفكره باش نشارك معكم هذه الاوديه. جمعت لكم بعض اللقطات ديال الويدان باش حتى نتوما تكتشفوا كل واد كل منطقه. شفتوا الواد ديال الرشيديه، شفتوا الواد ديال ورزازات ديال تيرودنت، وزيدوا زيد بزاف ديال الويدان، وان شاء الله باذن الله غادي نبحثوا ونبارطاجيو معكم اي حاجه جديده على الويدان. بعض الناس كيقولوا لي شفناك في المشاهدات طالع وفي نفس الوقت شفنا المشاهدات طايحين في الفيضان. باش نوضح لكم حطونا عقلكم، دابا ان شاء الله نقول لكم كما كيقولوا المشماش عنده الا اسبوع فقط، بحال الطريقه نوضح لكم على حسب المشاهدات ليامات فاش كانت الفيضان، ليامات فاش كانت العاصفه طلعوا المشاهدات. ولكن غير دست العاصفه رعديه دست امطار غزيره ما بقاتش الشتاء كاينه في المغرب، المشاهدات نزلوا، وهذا الشيء ديجا هضرنا عليه قلت لكم غير تقريبا غادي تدوز الامطار غزيره وفيضان ودوز سيمانه ولا 15 يوم المشاهدات غادي ينزلوا. ولكن نتمنوا ان شاء الله ربما كان الفيضان في المغرب من جديد غادي يرجع النيفو كثار من هذا النيفو اللي شفتو في الفيديوهات الاولين، خصوصا الاسبوع اللي داز شغادي نقول لكم تبارك الله وصلنا اعلى المشاهدات. هادشي كامل هاد السر النجاح تبارك الله بالفضل ديال الناس، والناس اللي كيتفرجوا في هاد السيور كيتفرجوا في هاد الفيضان بالفضل ديال هاد الناس اللي اختاروا القناه ديالي باش يتفرجوا فيها وبارطاجوا لي هاد الويدان في نفس الوقت طلعوا المشاهدات. هذا هو النجاح على حساب هاد الفيضان. ولكن من بعد داز الفيضان اخوتي المشاهدات نقصوا، بعد الناس توصلوا معايا ما هو السبب السي بيزلك نقصوا المشاهدات في هاد الفيضان مؤخرا تقريبا دابا يومين ولا ثلاث ايام نقصوا المشاهدات. السبب قلت لكم المشماش اشحال ديال الوقت عنده؟ عنده الا 7 ايام بحال هاد الطريقه. قلت لكم مثلا الفيضان مثلا اليوم كاينه العاصفه رعديه يقتلوا المشاهدات يطلعوا، ربما يومين ولا اسبوع كله امطار غزيره كل عاصفة يقدر نرجع من جديد في النيفو وفي المشاهدة. ولكن ملي كدوز العاصفة حاليا الأجواء في المغرب من طنجة إلى الكويري العزيزة ولا قطرة طايحة في السماء لا حتى حاجة، إذا النيفو غادي يطيح والمشاهدة غادي يطيحوا في هاد الويدان وفي هاد الفيضان. دابا وضحت لكم. وبالنسبة أخوتي اليوتيوب دائما الجديد، دابا أي حاجة جديدة تطلع فيها في المشاهدة، ماشي كل واحد كل واحد وخدمته كل واحد كيفاش كيشتغل. هاد الطريقة أخوتي على حسب نقص المشاهدات في هاد الفيضان، خصوصا هاد اليومين هادي نقصوا المشاهدات. السبب ما كاينش الفيضان، ولكن ربما كاين الفيضان وكاين أمطار غزيرة يقدر نرجع من جديد أكثر من هاد النيفو بإذن الله بحول الله. الحمد لله حققنا 100 ألف مشترك، الحمد لله حققنا اش غادي نقول لكم اكثر من مليون مشاهده في الفيضان.
شي حاجة رائعة جدا. شكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى المساعدة ديالكم، وصلتونا 100,000 مشترك، وقررنا باش نشاركوا معكم هذا الفيضان من جديد. هذه الأودية كما قلت لكم هو ديال الرشيدية، هو ديال الورزازات، هو ديال ترودان تيدان. هذه الأودية كامل قررت باش نبحث عليهم جديد، ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ونتمنى ينجح بإذن الله. كما قلت لكم أمطار غزيرة، حالة الطقس بأن بعض المدن في المغرب غادي تكون فيهم عاصفة رعدية قوية، وهادشي اللي كنتمنى إن شاء الله، ونتمنى الفيضان يعود من جديد إن شاء الله بإذن الله ونشتغلوا، هادشي اللي كنتمنى بحول الله. غير هضرت فقط، الله يجيب الصحة والسلامة، الله يحفظ السلامة. فيضان خطير كيسبب المشاكل، عاصفة رعدية كتسبب بزاف ديال المشاكل. نتمنوا الصحة والسلامة، هادشي اللي كنتمناو أخوتي. أي حاجة جديدة على الفيضان غادي نبارطاجيها معكم، أي حاجة على شي واد جديد غادي نبحث ونقلب أي واد جديد بحث عليه، ولقيتكم غادي نشاركو معكم بإذن الله. اللي عليكم هو تشتركوا بالقناة وفعلوا جرس باش يوصلكم دائما الجديد ديال الأودية. حاليا اخوتي شرب لكم، حنا كنتواجدوا في مدينة كولميم، الأجواء عادية، ما عندنا أمطار غزيرة، ما عندنا حتى حاجة، ولكن أي منطقة في الشمال، في أي بلاصة، مدينة أكادير، ممكن الرشيدية والزازات، المهم أي منطقة فيها العاصفة الرعدية ولا فيها الفيضان غادي نبارطاجيه معكم بإذن الله. اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. طلب بسيط اخوتي، بغيتكم تساعدوني باش نوصل القناة ديالي 200,000 مشترك. طلب